أعزائي طلبة وطالبات الثانوية العامة، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج مدرسة على الهواء مادة الكيمياء. إحنا الأيام دي بنتكلم عن التحليل الكيميائي الباب الثاني. معظم الطلبة بتشتكي تقولك الباب ده كله حفظ، الأسئلة تيجي فيه إزاي؟ إن شاء الله هنتدرب على الأسئلة بتاعتها بإذن الله رب العالمين، واحدة واحدة نخلص بس الجزء شرحا وبقى كده نبدأ نتفرغ للأسئلة بإذن الله. قبل ما نبدا الحلقه بتاعتنا برحب بالاستاذ الجميل الاستاذ خالد عبد العزيز، اهلا وسهلا بيك. تسلم يا استاذ سامي، اهلا بساعتك يا فندم. الله يخليك. احنا المره اللي فاتت يا استاذ خالد خدنا شويه اساسيات لعمليه التحليل الكيميائي. احنا قلنا ان التحليل الكيميائي ده فرع مهم، تقدمه ادى الى تقدم فروع كثيره من فروع العلم ومجالات العلم، مجال الطب، في الصناعه، في الصناعات الدوائيه، في مجال الزراعه، في الخدمات البيئيه، في كل حاجه. وقلنا ان التحليل الكيميائي بينقسم الى قسمين، تحليل كيفي وتحليل كمي. التحليل الكيفي ده بيحدد لي مكونات الماده عن طريق مجموعه من او سلسله من التفاعلات الكيميائيه، والتحليل الكمي بيحدد لي النسبه المئويه لكل مكون مكونات الماده. قلنا على التحليل الكيفي ان المفروض ان لما يكون تكون عندي ماده مجهوله ابدا بالتحليل الكيفي، وخدنا التحليل الكيفي للاملاح، وقلنا ان اي ملح بيتكون من شقين، شق بسميه شق قاعدي وشق بسميه شق حامضي، والاسهل ان انا ابدا بالشق الحامضي لان الشق القاعدي اكثر تعقيدا، وهناخد اكثر تعقيدا ليه بعد كده. لما بنيجي نكشف عن الشقوق الحامضيه، الاساس العلمي اللي انا بشتغل عليه الحمض الاثبت يطرد الحمض الاقل ثباتا من املاحه. حمض الاثبت الاعلى في درجه الغليان يطرد الحمض الاقل ثباتا من املاحه. وقسمنا الاحماض الى احماض غير ثابته واحماض متوسطه الثبات واحماض ثابته، وقلنا هنتكلم النهارده عن الاحماض الغير ثابته اللي بتطرد من املاحها بواسطه حمض الهيدروكلوريك المخفف تحت مسمى مجموعه انيونات حمض الهيدروكلوريك المخفف. يعني لو عندي ملح مجهول وهضيف له حمض هيدروكلوريك مخفف وحصل تفاعل، ايه توقعاتي في التفاعلات اللي بتحصل مع الملح المجهول ده؟ اتفضل يا استاذ. اولا لابد ان احنا نشير الى حاجه هامه جدا، وهي ان في تجربه اساسيه وتجربه تاكيديه. تمام. في التجربه الاساسيه احنا بنستخدم الملح الصلب غالبا. تمام. ولكن في التجربه التاكيديه احنا بنستخدم محلول الملح. تمام. طب فاحنا كده عندنا ملح صلب، ملح مجهول وضعناه في أنبوبة اختبار، وضفنا حمض هيدروكلوريك مخفف. إذا حدث تفاعل يبقى هذا الأنيون إما أن يكون كربونات أو بيكربونات أو كبريتيد أو كبريتيت أو سيو كبريتات أو نيتريت. نعرف منين؟ بناء على المشاهدة اللي إحنا هنشوفها. فلذلك أولا إحنا بنفترض أن إحنا ضفنا حمض هيدروكلوريك مخفف الى الملح الصلب اللي موجود في انبوبه الاختبار. اذا حدث فوران وتصاعد غاز، هذا الغاز بامراره في ماء جرائق تعكر، اذا يكون هذا الغاز هو غاز ثاني اكسيد الكربون. تمام. شيء طبيعي. يبقى سي او 2 مصدره ايه؟ اما انيون الكربونات سي او 3 او انيون البيكربونات اتش سي او 3. هنوضح ده مره ثانيه واحنا بنكتب المعادلات بتاعتنا. يبقى كده بدايه مستر سامي، بنفترض ان هو حدث تفاعل وتصاعد غاز سي او 2 الذي يعكر ماء جرائق الرائق. طيب انا كده لو الملح الصلب ان ايه 2 سي او 3، لو هذا الملح بيحتوي على انيون كربونات، انيون كربونات، وانا ضفت حمض هيدروكلوريك مخفف دايليوت، قلنا ده كده عباره عن ملح صلب ادي سوليد اهوت، وضفت له اتش سي ال. اذا حدث تفاعل وتصاعد ثاني اكسيد الكربون الذي يعكر ماء الجرائق الرائق، اذا اما ان يكون كربونات او بيكربونات. طب انا هقول حاجه مهمه، احنا بنفترض من هذه المشاهده ان يكون الانيون كربونات او بيكربونات. طب ادي ان ايه اتش سي او 3، هنا انا كده كطالب فاهم انا عارف ان الكربونات دي مجموعه ذريه ذات تكافؤ ثنائي،
والبيكربونات مجموعة ذرية ذات تكافؤ أحادي، وإحنا بنوحد الشق القاعدي عشان نظهر الشق الحامضي في جميع المعادلات. طب إحنا ضفنا حمض هيدروكلوريك مخفف، عايزين الطالب يا مستر سامي يتعلم مهارة المعادلات. بمعنى الصوديوم أحادي التكافؤ، أنا عندي 2 صوديوم يعني 2 موجب، والكلوريد ده سالب، إذا أنا أقدر أوزن المعادلة من قبل ما أطلع الناتج. إذا قلنا Na2CO3 بلس 2HCl، هنا الصوديوم ده أحادي موجب والكلوريد ده برضه أحادي سالب، إذا NaHCO3 بلس HCl. طب إحنا ضفنا حمض هيدروكلوريك مخفف إلى ملح صلب وكانت المشاهدة واحدة، المشاهدة إن حدث فوران وتصاعد غثيان أكسيد الكربون الذي يعكر ماء جير الرائق. طب نكتب المعادلة بتاعتنا، هنا نتج إيه؟ 2NaCl. حمض الكربونيك ده عبارة عن H2CO3، ده عبارة عن حمض ضعيف بينحل في درجات الحرارة العادية معطيا ماء وثاني اكسيد الكربون. طيب في تاني معادلة برضو نفس المشاهدة، ينتج NaCl برضو HHCO3 ده عبارة عن حمض كربونيك برضو بينحل الى ماء وثاني اكسيد الكربون. يبقى اذا تاني احنا قلنا ان انا كده عندي اساسا انبوبة اختبار اهيت فيها الملح الصلب، وضفنا حمض هيدروكلوريك مخفف، حدث تفاعل وكانت المشاهدة حدوث فوران وتصاعد غاز، هذا الغاز بالكشف عنه عرفنا انه عبارة عن غاز ثاني اكسيد الكربون. ازاي كشفنا عنه؟ احنا مررناه في ماء جير رائق فتعقر ماء جير رائق. اذا اما ان يكون كربونات الانيون او بيكربونات. طب نكمل معادلتنا، ايه هو ماء الجير؟ ماء الجير ده عبارة عن هيدروكسيد كالسيوم C-A-O-H-2، ده كده عبارة عن ماء جير او يسمى جير مطفأ. لما انا مررت فيه غاز ثاني اكسيد الكربون حدث تعكر. طب ليه تعكر؟ لان تكونت مادة لا تزف في الماء اللي هي عبارة عن كربونات الكالسيوم CaCO3+H2O. لو احنا كده حبينا نوضحها كده، ادي CA وادي كده عندي مجموعتي هيدروكسيد، طلع مية طلع H2O، تبقى عندي CaCO3. طبعا دي مادة صلبة لا تذوب في الماء لذلك تعكر ماء الجير. يبقى اذا برضو للمرة التالتة والرابعة والخامسة، عشان احنا بس ايه عايزين ايه يبقى اولادنا فاهمين هذا الكلام، انبوبة اختبار فيها ملح صلب مجهول، انا بكشف عن الشق الحمضي، انا بكشف عن الشق السالب، انا بكشف عن الانيون، ضفت HCl مخفف، حدث تفاعل وتصاعد غاز ثاني اكسيد الكربون الذي يعكر ماء الجير الرائق، اذا الانيون اما ان يكون كربونات او بيكربونات. لكن يا مستر سامي طبعا هذه التجربه انا من خلالها ما اقدرش اميز بين الكربونات والبيكربونات لان المشاهده مشاهده واحده، يعني لا يصلح HCl المخفف في التمييز بين الكربونات والبيكربونات. طب كيف يمكن التمييز بين الكربونات والبيكربونات بتجربه تاكيديه، ونعرف احنا ليه بنختار هذه التجربه التاكيديه؟ احنا عندنا التجربه التاكيديه اللي احنا بنستخدمها، بنستخدم كبريهات مغنيسيوم. احنا عندنا ال HCl سواء كان الملح كربونات او بيكربونات بيتصاعد ثاني اكسيد كربون يعكر ماء الجير الرائق اذا مر فيه لفتره قصيره. طب وايه اللي هيحصل لو مررته لفتره طويله؟ يزول التعكير. ليه؟ لان كربونات الكالسيوم اللي ما بيدوبش في الميه يتحول الى بيكربونات كالسيوم تذوب في الماء. طيب انا كده HCl ما ميزليش بين ملح الكربونات والبيكربونات، اعمل ايه؟ اعمل تجربه تاكيديه. بس التجارب التأكيدية بالمحاليل، بجيب محلول الملح سواء كان كربونات صوديوم او بيكربونات صوديوم ما اعرفش، محلول ملح وخلاص، وهضيف له كبريتات مغنيسيوم. لو اداني رواسب ابيض على البارد
والراس ده يذوب في حمض الهيدروكلوريك يبقى ده كربونات. لو اداني على البارد ما ادانيش راسب على البارد واداني راسب بعد التسخين يبقى ده بيكربونات. يبقى الكلام ببساطه نضيف للمحلولين كبريتات مغنيسيوم. لو تكون راسب ابيض على البارد يبقى ده كربونات، لو تكون راسب ابيض بعد التسخين يبقى ده ملح بي ايه بيكربونات. ولكن الكلام لوحده يعني ما بيجيبش نتيجه زي ما بيقولوا، احنا نشوف الكلام ده بوضوح يا استاذ خالد بعد حضرتك ذلك. اثرت نقطه جميله جدا انا حابب ان انا اوضحها وادعمها بالمعادله تمام اللي سعادتك قلتها. اذا احنا مررنا غاز ثاني اكسيد الكربون في ماء الجير لفتره قصيره يتعقر ماء الجير الرائق لتكون كربونات الكالسيوم الغير سائبه، ولكن لفترة طويلة يعني بزيادة امرار غاز ثاني اكسيد الكربون بيزول التعكير لتحول المادة الغير زائبة الى مادة ايه؟ مادة زائبة. يعني هنقول الاول قاعدة عامة وبيها نوضح هذه المعادلات. ايه القاعدة العامة بتاعتنا؟ ان جميع املاح الكربونات لا تذوب في الماء ما عدا ايه؟ كربونات الصوديوم والبوتاسيوم والأمونيوم، لكن اي كربونات بتذوب في الأحماض. تمام. يبقى جميع أملاح الكربونات لا تذوب في الماء ما عدا كربونات الصوديوم والبوتاسيوم والأمونيوم. على العكس اللي احنا عايزين نقوله إن جميع أملاح البيكربونات تذوب في الماء. ده كده قاعدة عامة احنا هنبتدي نشتغل عليها مستر سامي. ولازم الطالب ياخد باله من المعلومة دي جدا يا استاذ خالد عشان فيها كم اسئلة مهمة جدا على الجزئية دي. تمام. لازم الطالب يعرف ان الكربونات لا تذوب في الماء ما عدا كربونات الصوديوم وكربونات البوتاسيوم وكربونات الامونيوم. اما بالنسبة لجميع البيكربونات تذوب في الايه؟ في الماء. الكربونات بتدوب في الاحماض. دي معلومات مهمه. الطالب يقول لي يعني الطالب تشتكي يعني يقول لك يا استاذ ده كله حفظ، طب هيجي لنا فيه ايه؟ احنا بنتعلم المعلومه، يعني انا ما بذاكرش كيمياء عشان هيجي لي فيه ايه، ما العلم مش كده. انا بتعلم كيمياء، اما هيجي ازاي ولا هيجي فيه ايه ولا هجيب ايه ده موضوع تاني خالص. احنا لما نتعلم كويس هنعرف نحل وهنعرف نحل نجاوب على اي سؤال طالما احنا فاهمين. اما انت هتحفظ يبقى احنا ما عملناش حاجه. هو نظام التعليم اصلا اتغير ليه؟ عشان يحولك من طالب بتحفظ المعلومه الى طالب بتفهم المعلومه. اتفضل يا استاذ خالد. ااكد بقى على كلام حضرتك، احنا قلنا خلاص ان اي كربونات لا تذوب في الماء فيما عدا كربونات الصوديوم والبوتاسيوم والامونيوم. تمام. وجميع املاح البي كربونات تذوب في الايه؟ في الماء. طب هنا كده عندي ادي ماء جير اهوت، ماء جير ده عبارة عن CaOH/2. لما انا مررت فيه غاز ثاني اكسيد الكربون شورت تايم بفترة قصيرة او زمن قصير لتعكر لتكون كربونات الكالسيوم الغير زائبة. كالسيوم من اللي بيدوب؟ صوديوم او بوتاسيوم او امونيوم، ده دوت كالسيوم. لكن مع استمرار امرار CO2 طب انا عندي تكون كربونات كالسيوم CaCO3 وماء، ولكن انا ما زلت بمرر غاز ثاني اكسيد الكربون، اذا ادي لونج تايم. ما الذي حدث؟ ليه زال التعكير؟ لان تحولت الكربونات الغير زائبه الى بيكربونات زائبه CaHCO3/2. اذا دي كده غير زائبه فسببت تعكير ماء الجير الرائق، لكن انا عندي كده بيكربونات
كالسيوم، واحنا اتفقنا ان اي بي كاربونات بتذوب في ايه؟ في الماء. نرجع بقى لجزئيه ثانيه اللي سعادتك قلتها، احنا كده حطينا الملح الصلب في انبوبه اختبار وضفنا حمض هيدروكلوريك مخفف، كانت المشاهده تصاعد غاز ثاني اكسيد الكربون الذي يعكر ماء جير الرائق. اذا الانيون اما ان يكون كربونات او بيكربونات. اذا التجربه التاكيديه يا مستر سامي ما قدرتش من خلالها اعرف مين الكربونات والبيكربونات، واحنا اتفقنا ان احنا عشان نميز بين الكربونات والبيكربونات نعمل تجربه تاكيديه، واحنا اتفقنا على اسس عامه ان في التجربه التاكيديه انا بستخدم محلول الايه؟ الملح. جبنا نفس الملح الصلب اللي انا عملت عليه التجربه الاساسيه وضفت كده شويه ميه ورجيت الانبوبه، عملت محلول. هذا المحلول انا قسمته في انبوبتين، يبقى كده انا عندي انبوبتي اختبار يحتويان على نفس المحلول. هذا المحلول الانيون بتاعه اما ان يكون كربونات او بي كربونات. زي ما سعادتك تفضلت وقلت انا عشان اميز بتجربه تاكيديه بين الكربونات والبيكربونات احنا بنستخدم محلول كبريتات مغنيسيوم. لكن قبل ان اتطرق الى المعادلات برضو انا عاوز اسال او استفسر اتعلم من حضرتك، طب احنا ليه استخدمنا كبريتات مغنيسيوم؟ مش معنى المغنيسيوم يعني عشان يحصل تبادل مزدوج، فلما المغنيسيوم اللي هو الايون الموجب الثنائي يتحد مع الكربونات اللي هو الايون السالب الثنائي هيديني كربونات مغنيسيوم لا تذوب في الماء. فاحنا اتفقنا ان الكربونات كلها لا تذوب في الماء ما عدا كربونات صوديوم، كربونات بوتاسيوم وامونيوم. فالشغل كله في الحته دي. فانا لو استخدمت كبريتات مغنيسيوم هيحصل في التفاعل تبادل مزدوج، طب الناتج النهائي عندي ايه؟ هيبقى كربونات مغنيسيوم لا تذوب في الماء. طب لو الملح بتاعي ملح بيكربونات هيديني بيكربونات مغنيسيوم على البارد، ده بيدوب في الميه فمش هيديني رصب. طب لو سخنته هيديني كربونات مغنيسيوم لا تذوب في الماء. تمام. هوضح كلام حضرتك تمام اللي دايما يمتعني ربنا يتدخل بالمعادلات الكيميائيه. يبقى اذا محلول الملح دوت الانيون بتاعه اما ان يكون كربونات او بيكربونات، هنضيف محلول كبريتات المغنيسيوم الى كل من ايه منهما. اذا تكون راسب ابيض على البارد يبقى هذا الانيون هو انيون كربونات. طب احنا عرفنا منين ان ايه 2 CO3 اقوس؟ ده كده محلول. ضفت محلول كبريتات المغنيسيوم MgSO4 برضو محلول. لو كان الانيون كربونات ما الذي يحدث؟ الاتي، هيديني كبريتات صوديوم زائد كربونات مغنيسيوم، يبقى الناتج Na2SO4 بلس MgCO3 دوت كربونات مغنيسيوم. واحنا عارفين اساسا ان جميع الكربونات لا تذوب في الماء فيما عدا الصوديوم والبوتاسيوم والامونيوم. طب دي كده مغنيسيوم، اذا يتكون راسب ابيض على البارد من غير ما يسخن. طب لو كان الانيون بيكربونات Na HCO3 وضفت برضو محلول كبريتات المغنيسيوم ما الذي يحدث؟ طب هنا الكبريتات ثنائية، ادي ثنائي سالب والصوديوم احادي موجب، اذا انا احتاج 2 مول من بيكربونات الصوديوم. انا استطيع ان انا ازن المعدل بالفم بتاعي، ما هو المغنيسيوم ده عباره عن ثنائي موجب والبيكربونات احادي سالب، اذا ممكن كده 2 مول من بيكربونات الصوديوم يبقى كده ادي 2 Na موجب مع مجموعه كبريتات بسالب 2. وبرضو
ادي ام جي موجب 2 مع 2 مجموعه بي كربونات اللي هي المجموعه الواحده عباره عن سالب 1. برضو لابد نفهم احنا ازاي ممكن نزن المعادله بالفهم وليس بالعد. بمعنى هينتج ان ايه ان ايه 2 اس او 4 طب زائد ايه زائد بي كربونات مغنيسيوم اللي عباره عن ام جي اتش سي او 3 باي 2. ايه ده؟ هنا لم يتكون راسب ابيض على البارد، لان الالازي تكونت تكونت ايه بي كربونات مغنيسيوم، وجميع البي كربونات تذوب في الماء. لكن لو انا سخنت ما الذي يحدث؟ او ادي ام جي اتش سي او 3 باي 2. طب بالتسخين احنا عارفين اساسا ان البيكربونات بالحرارة تنحل الى كربونات وماء وثاني اكسيد الكربون. اذا لما انا سخنت تحولت البيكربونات الزائبة الى كربونات لا تذوب، فتكون راسب ابيض بعد التسخين. يبقى اذا لو انا عايز اميز بين كربونات الصوديوم وبيكربونات الصوديوم، انا بستخدم في التجربة التأكيدية في التمييز محلول كبريتات المغنيسيوم. اذا باضافة محلول كبريتات المغنيسيوم الى محلول كل منهما، اذا تكون راسب ابيض على البارد يكون الانيون كربونات، اما اذا تكون راسب ابيض بعد التسخين يكون الانيون بيكربونات. تمام. انا عندي كربونات المغنيسيوم ده يا استاذ خالد برضه بيدوب في HCl. لو انا جبت كربونات المغنيسيوم وفعلته مع حمض الهيدروكلوريك المخفف هيديني كلوريد مغنيسيوم وميه ويتصاعد غاز ثاني اكسيد الكربون، لان احنا اصلا عارفين ان كل الكربونات لما بتتفاعل مع ال HCl HCl بيطرد حمض الايه؟ حمض الكربونات. ده الاحتمال الاولاني، اذا تصاعد غاز ثاني اكسيد الكربون يعكر ماء الجير الرائق اذا مر فيه لفتره قصيره، يبقى الملح كربونات او بيكربونات اميز بينهم بالتجربه التاكيديه. طيب الاحتمال الثاني ان الملح المجهول اضيف له حمض هيدروكلوريك مخفف، ولكن التجارب دي نعملها تسخين هين كده بسيط ما ياثرش على التفاعل عشان اسهل خروج الايه؟ خروج الغازات. فلو تصاعد عندي غاز ثاني اكسيد كبريت ذو رائحه نفاذه تخدر ورقه مبلله بثاني كرومات بوتاسيوم محمضه بحمض الكبريتيك المركز والبرتقاله اللون، يعني انا هجيب ورقه ابلها بثاني كرومات بوتاسيوم محمضه بحمض الكبريتيك، ورق كلينكس يعني اللي هو المنديل الورق ده، ابل فيه ثاني كرومات بوتاسيوم محمض يبقى لونه برتقالي. الغاز بتاع ثاني اكسيد الكربون هو متصاعد اقرب منه الورقه دي، هيتحول اللون البرتقالي الى اللون الاخضر. يبقى لو حصل كده يبقى الملح المجهول بتاعي الشق الحمض بتاعه هيبقى كبريتيت. اذا يعني تصاعد اس او 2 يبقى مصدره اس او 3 كانيون. تمام. وسي او 2 مصدره CO3 او HCO3 كانيون. تمام. يبقى اذا احنا من خلال الغازات والتعرف عليها يمكن التعرف على نوع الانيون اللي في الملح الموجود موجود عندي. تمام. بس احنا عايزين نشوف الكلام ده بالمعادلات. تمام. هنوضح. انا بس برضه هقول تاني الطالب ما يزهقش من المعادلات، ما تجيش تقول لي يا استاذ انا هحفظ المعادلات، انت مش تحفظ معادلات، ما انت الامتحان بتاعك اوبن بوك. ولكن انا بقول لك وانت بتذاكر خلي بالك من الحاجات الصغيره اللي موجوده في بين السطور، خلي بالك ان الكربونات كلها لا تذوب في الماء ما عدا كربونات صوديوم وكربونات بوتاسيوم، دي المعلومات الصغيره دي هيناقشك فيها وينكفك فيها شويه، فلازم تخلي بالك وانت بتذاكر كويس جدا. طيب لو تصاعد عندي غاز ثاني اكسيد الكبريت يا استاذ خالد. تمام. يبقى اذا كده انا عندي الانيون اللي في الملح عباره عن كبريتيت. احنا اتفقنا قلنا ايه؟ كبريتيت صوديوم ادي ان اي 2 اس او 3 ده كده عباره عن ملح صلب. الكاشف عندي عباره عن حمض هيدروكلوريك مخفف او دايليوت مخفف. طيب مخفف يعني اقوس. طب هنا ان اي 2 سي ال 2 اتش سي ال ينتج ايه؟ ينتج 2 ان اي سي ال زائد
مجموعة الكبريتيت ينتج عنها غاز ثاني اكسيد الكبريت. اتفضل لي O مع 2 H اداني ادي H2O. يبقى اذا تصاعد غاز رائحة نفاذة اللي هو عبارة عن ثاني اكسيد الكبريت يحول لون ورقة مبللة بمحلول او ادي ثاني كرومات البوتاسيوم K2Cr2O7 محمضة بحمض الكبريتيك المركز. اذا ادي الورقة المبللة بثاني كرومات البوتاسيوم المحمضة بحمض الكبريتيك، دي كده عبارة عن برتقالية اللون. ومرر وبعدين انا مررت عليها غاز ثاني اكسيد الكبريت. ما الذي يحدث؟ اولا تدينا كبريتات بوتاسيوم ادي K2SO4 وكبريتات كروم ادي Cr2SO4/3 وH2O وحطينا 3 لوزن المعادلة الكيميائية. طيب اذا ثاني او كبريتات الكروم دي تعتبر ايه؟ خضراء اللون. وسبق ان احنا كنا قلناها مستر سامي في الالوان، ذكرنا كده بسرعه كده فيها كده الخاصه بيه، دي مركبات الكروم بتعطي اللون الاخضر لان بتمتص او احنا بنراها باللون الاخضر لان هي بتمتص طاقه اللون الاحمر المناسبه لاثاره الكترونات المفرده اللي في الدي ويظهر باللون المتمم وهو اللون الاخضر. تمام. يبقى اذا كده انا عندي ثاني كرومات البوتاسيوم. اذا انا الغاز الناتج دوت كشفت عنه ازاي؟ بيحول لون ورقه مبلله بمحلول ثاني كرومات البوتاسيوم المحمضه بحمض الكبريتيك من اللون البرتقالي الى الاخضر لتكون كبريتات الكروم. طب ما الذي حدث بشكل كده سريع للفهم؟ اولا الاوب سالب 2 هنا 7 يبقى سالب 14 والبوتاسيوم موجب 1 في 2 كده موجب 2. اذا Cr2 بي موجب 12 عشان يبقى كله بيساوي 0. يعني معنى كده ايه؟ ان Cr عدد تاكسدها موجب ايه؟ موجب 6. طب هنا مجموعه الكبريتات بسالب 2 في 3 بسالب 6. اذا Cr2 كده على بعضها بموجب 6، يعني Cr بس هنا كده بموجب 3. اذا ما الذي حدث؟ حدث نقص في الشحنه الموجبه. يبقى اذا ليه اساسا تحولت ثاني كرومات البوتاسيوم من اللون البرتقالي الى الاخضر لاختزالها الى كبريتات الكروم 2. ده كده كان بالنسبه لي التجربه الايه الاساسيه. التجربة التأكيدية بتاع ملح الكشف عن ملح أو التأكد من ملح الكبريتيت تجربة في غاية الأهمية. ليه؟ لأن التجربة دي بتحكم لتقريبا حوالي 5-6 أنيونات اللي هو تجربة أو استخدام محلول نترات الفضة. أنا عندي نترات الفضة أستاذ خالد ممكن أستخدمهم في الكشف عن الكبريتيت، الكبريتيد، الكلوريد، البروميد، اليوديد، الفوسفات. كل ده ممكن استخدم نترات. عشان كده دايما اقول للطالب وانت بتذاكر معادلات نترات الفضه حاول تربط علاقات مع نترات الفضه لان في غايه الاهميه. فانا عشان اتاكد من الشغل بتاعي انت عملت التجربه الاساسيه عايز اتاكد شغلي مظبوط ولا لا، بعمل ايه؟ باخد عينه من الملح واعمل منه محلول واضيف له محلول نترات الفضه بيديني راسب ابيض من كبريتيت الفضه يسود بالتسخين. طب انا مش موجود عندي في الكتاب هو بيسود بالتسخين ليه؟ هو مش موجود في كتاب الوزاره، يبقى انا يعني عايز ادور عليه ادور عليه في بنك المعرفه، ولكن طالما مش موجود في كتاب الوزاره انا مش مسؤول عنه. انا المسؤول عنه ان ده بيديني راسب ابيض يسود بالايه؟ بالتسخين. راسب الابيض اسمه ايه؟ كبريتيت الفضه. ولكن الكلام لوحده ما يكفيش، نشوف الكلام ده بالمعادلات ان شاء الله. طب اذا احنا ناخد الملح الصلب اللي عباره عن كبريتيت صوديوم واعمل منه محلول. تمام. واضيف لي محلول نترات الفضه ان ايه؟ ان ايه 2SO3 ده كده عباره عن محلول كبريتيت صوديوم. اتاكد ازاي ان الانيون اللي عندي كبريتيت هضيف محلول نترات الفضة AgNO3. ما الذي يحدث؟ ان ايه تاخد NO3. طيب الان ايه موجب والنترات سالب وحادي سالب، انا عندي 2 ان ايه، اذا انا محتاج 2 NO3 يبقى نتج 2 ان ايه NO3.
زائد A G 2 S O 3. ده عبارة عن ايه؟ كبريتيت فضة. ده عبارة عن راسب ابيض يسود بالتسخين. يبقى كده في عجالة يا مستر سامي، عشان ده مهم جدا، لو انا ضفت للانيون او للملح الموجود عندي انا اساسا HCl مخفف وتصاعد غاز الرائحة النفاذة يحول لون ورقة مبللة بمحلول ثاني كرومات البوتاسيوم المحمضة بحمض الكبريتيك من برتقال الأخضر، يبقى هذا الأنيون كبريتيت اتأكدت منه بالتجربة التأكيدية عبارة عن ناترات الفضة. عندنا ايه بعد كده يا مستر سامي؟ الاحتمال الثالث ان انا اضيف حمض الهيدروكلوريك الى الملح الصلب المجهول يتصاعد عندي غاز كريه الرائحة. الغاز الكريه الرائحة ده لما اقرب له ورقة مبللة بمحلول اسيتات الرصاص بيسود لتكون كبريتيد الرصاص الاسود. طب الغاز الكريه الرائحة ده غاز مين؟ غاز كبريتيد الهيدروجين. على فكرة عشان برضو الطالب يبقى عارف، اي غاز عليه فيها خطورة للانسان ربنا خلقه كريه الرائحة، فغاز كبريتيد الهيدروجين من الغازات الايه؟ الغازات السامة، عشان كده ربنا خلقه كريه الرائحة عشان تنفر منه. فغاز ده وهو متصاعد بقرب له ورقة مبللة بأستات الرصاص بيسود، لأن الغاز ده بيتحد مع أستات الرصاص ويديني كبريتيد الرصاص الايه؟ الأسود. ولكن كالعادة لازم نشوف الكلام ده عن طريق الايه؟ المعادلات. يبقى لو الملح بتاعي أساسا الأنيون فيه هو عبارة عن كبريتيد، آدي NA 2S كبريتيد صوديوم، NA 2S انا هضيف حمض هيدروكلوريك مخفف، ده كده عبارة عن ملح صلب نتج 2NaCl زائد H2S، ده كده عبارة عن غاز كبريتيد الهيدروجين، غاز ذو رائحة كريهة بيسود لون ورقة مبللة بمحلول أسيتات الرصاص اللي هي عبارة عن CH3COO/2BP، ده كده عبارة عن ملح لحمض عضوي. ولما باجي انا بكتب ملح لحمض عضوي بيبقى الشق السالب اولا ثم الشق الايه؟ الشق الموجب. يبقى اذا لو انا مررت غاز كبريتيد الهيدروجين او عرضت هذا الغاز لورقة مبللة بمحلول اسيتات الرصاص بتسود ليه؟ لتكون كبريتيد الرصاص بي بي اس زائد سي اتش 3 سي او او اتش اللي هو عبارة عن حمض الايه؟ الاسيتيك. اذا ده كده عبارة عن الراسب الايه؟ الاسود اللي هو سود هذه الورقة. برضو التجربة التأكيدية هستخدم فيها نترات الفضة، ان انا هجيب الملح الصلب اعمل منه محلول يدينا محلول كبريتيد الصوديوم مثلا، واضيف له محلول نترات الفضة هيدينا راسب اسود من كبريتيد الفضة. يبقى ادي كده عندي ادي الملح الصلب، لكن انا عملت منه محلول، يبقى كده ده كده عبارة عن اقوس، وضفت نترات الفضة اللي سبق انا استخدمتها في التأكيد على انيون الكبريتيد. اذا ينتج ايه برضو كتبادل مزدوج؟ اداني 2 NaNO3 زائد AG2S، ده كده عبارة عن راسب اسود من كبريتيد الفضة، وغالبا دايما كبريتيدات الفلزات ايه؟ سوداء. معنى الكلام ده يا استاذ خالد ان الطالب لما يجي له سؤال كيف تميز في السؤال في الجزء ده بالذات، لو انت قلت لك كيف تميز بين الكبريتيت الصوديوم وكبريتيد الصوديوم، الطالب مخير ان هو يستخدم التجربة الاساسية او التجربة التأكيدية، ايهما اسهل ليك وشايفه سهل ليك استخدمه. عايز تستخدم حمض هيدروكلوريك ماشي، طب عايز تستخدم محلول نترات الفضة برضو ماشي، بس خلي بالك حمض الهيدروكلوريك بتبقى المادة صلبة، بينما مع نترات الفضة بتبقى كلها ايه؟ محاليل. الاحتمال اللي بعد كده ان يتصاعد عندي غاز ثاني اكسيد كبريت ذو رائحة نفاذة مع تكون راسب اصفر معلق من الكبريت. طيب لو حصل كده ان يديني ثاني اكسيد كبريت ومعاه راسب اصفر معلق، يبقى الشق الحمضي بتاعي بنسميه سيو كبريتات، وده جزء مهم جدا الطالب لازم لما يذاكر الجزء ده على مهلك. وانت بتذاكر ما تقولش السؤال هيجي فيه ازاي، انا اذاكر الاول وافهم المعلومه، وطالما انا فهمت المعلومه كويس السؤال هيتحل باذن الله رب العالمين. اتفضل يا استاذ خالد.
يبقى كده ادي المعادله بالنسبه لينا على افتراض ان هذا الملح يحتوي على انيون سيو كبريتات اس 2 او 3 سيو يعني كبريت سيو كبريتات الصوديوم وضفت حمض هيدروكلوريك مخفف فكانت المشاهده بالنسبه ليا برضو تصاعد غاز ذو رائحه نفاذه وتلون المحلول باللون الاصفر لتعلق الكبريت يبقى كده انا الانيون عندي ده كده بالنسبه لي سيو كبريتات. الطالب يتصور ان المعدات كتير، لا هو كان في المعادله اللي فاتت ايه؟ ان اي 2 اس او 3 تمام كان بينتج ايه؟ ان اس ال واس او 2 وميه، لما زاد الاس ادي الاس اللي زاد بالنسبه لي المعادله ايه بتاعتنا. دي كده كلها كمان يا استاذ خالد معادلات تبادل مزدوج يعني تمام. مش عله يعني العمليه بسيطه ان شاء الله رب العالمين، يعني الطالب ما يستصعبش الحاجه العمليه بسيطه. التجربه التاكيديه بقى مستر سامي ايه اساسا بقى؟ لو انا بقى برضو عاوز اعمل تجربه تاكيديه، طب ده كده عباره عن ملح صلب في التجربه الاساسيه، جبت نفس الملح الصلب وعملت منه محلول، يبقى ده كده محلول، وضفت محلول اليود، محلول اليود لونه بني، ما الذي يحدث عند اضافه محلول اليود البني الى محلول سايو او سايو كبريتات الصوديوم؟ كل 2 مول من سايو كبريتات الصوديوم لما اضيف لها مول من محلول اليود، محلول اليود يختفي. طب اختفى ليه؟ اولا كده عندي 2 اي، هنا كده عندي 4 ان ايه، 2 ان ايه مع 2 اي ادانا 2 يوديد صوديوم، هو دوت ده كده عباره عن مركب عديم اللون. هو معنى ان اللون البني اختفى. هو اختفى ليه؟ ما هو اليود تفاعل وتحول الى ماده اخرى عديمه اللون، ما بقاش عندي يود، اليود هو لونه بني. اذا انا ضفت محلول يود بني لمحلول سيو كبريتات الصوديوم اختفى لون محلول اليود البني لان حدث تفاعل وتكونت ماده جديده عديمه اللون اللي عباره عن يوديد الصوديوم. طب ايه الناتج عندي؟ يتفضل من الاربعه صوديوم 2 صوديوم، ادي كده ان اي 2، وادي 2 في 2 ب 4 اس، ادي اس 4، و2 في 3 ب 6 او، ده كده عباره عن او 6، ده كده عباره عن ايه؟ رباعي سيونات الصوديوم. ده كده كان بالنسبه للتجربه التاكيديه الخاصه بسيو سيانات الصوديوم. طيب اخر احتمال عندي ان يتصاعد عندي غاز اكسيد نيتريك عديم اللون داخل الانبوبه، لما بيطلع عند الفوهة الأنبوبة بيقابل أكسجين الهواء الجوي ويتحول إلى أبخرة بنية حمراء من ثاني أكسيد النيتروجين. يبقى جوه الأنبوبة المتصاعد أكسيد نيتريك عديم اللون، بره الأنبوبة يتحد مع الأكسجين ويديني أبخرة بنية حمراء من ثاني أكسيد النيتروجين. في الحالة دي الشق الحامضي بنسميه نيتريت، ولكن نشوف برضو الكلام ده بالمعادلات يا استاذ خالد بعد اذنك. اذا كان هذا الملح الصلب يحتوي على انيون النيتريت وضفنا حمض هيدروكلوريك مخفف برضو كتبادل مزدوج، نتج ان اي سي ال زائد اتش ان او 2، ده كده عباره عن حمض نيتروز. كل 3 مول من حمض النيتروز بينحل الى ايه؟ ادي HNO2 وادي HNO2 وادي HNO2 ادي التلاتة مول، نتج HNO3 و H2O و 2NO. اذا احنا فصصنا الموضوع بالنسبة للطالب. يبقى اذا كل تلاتة مول من HNO2 اللي هو حمض النيتروز بينحل الى H N O 3 و H2O و 2 مول من اكسيد النيتريك. اذا تصاعد غاز عديم اللون ادي كده عنده انبوبه الاختبار وحدث التفاعل، فتصاعد N O ده غاز عديم اللون، اثناء تصاعده تلامس مع اكسجين الهواء الجوي الموجود داخل الانبوبه واتحد معاه وتكونت ابخره بنيه محمره من ثاني اكسيد النيتروجين. يبقى 2 NO زائد O2 اتحد معاه وتكون 2 NO2، ده كده عباره عن ثاني اكسيد
النيتروجين اللي هو عبارة عن أبخرة بنية محمرة. يبقى إذا لو تصاعد غاز عديم اللون أثناء تصاعده تلامس مع الأو2 بتاع الهواء الجوي اللي جوه الأنبوبة وتحول إلى ثاني أكسيد النيتروجين أبخرة بنية محمرة، إذا الأنيون اللي عندي ده عبارة عن أنيون النيتريت. التجربة التأكيدية مستر سامي كده بسرعة كده نقولها، ان انا بجيب محلول برمنجنات بوتاسيوم محمضة بحمض الكبريتيك المركز والبنفسجية اللون. اول ما هضيف برمنجنات البوتاسيوم الى محلول الملح اللي انا خلاص عرفت ان هو نيتريت، بس بتأكد بعمل محلول ملح النيتريت مع محلول برمنجنات بوتاسيوم في وجود حمض كبريتيك مركز يزول لون برمنجنات البنفسجية. طب ليه بيزول لون البرمنجنات البنفسجية؟ لان معظم المركبات الناتجة من عندي هنا عديمة اللون. بس عندي ملحوظة صغيرة كده، ان في بعض الناس يروح كاتب يحسب عدد تأكسد المنجنيز في برمنجنات البوتاسيوم ويلاقيه زائد 7، يروح يقول للطالب ازاي هو ملون وهو زائد. يا اخوانا الحاجات دي انت بتجهد بيها الطالب وهي مش عليه. انا عندي في حاجة اسمها هجرة الالكترونات وفي حاجة اسمها الليجندات، الحاجات دي الطالب بيدرسها في لما يروح الجامعة ان شاء الله رب العالمين ويتخصص في كلية علوم او في كلية علمية. انا مشغلش باله في الفترة دي بالاسئلة اللي لا تسمن ولا تغني من جوع. انا خليني في المنهج بتاعي عشان اولادنا في قمة القلق، يعني هم قلقانين زيادة. احنا شغلتنا ان احنا نطمن اولادنا ان شاء الله امتحانك هيجي في حدود منهجك ان شاء الله رب العالمين، امتحانك هيجي في متناول ايدك وان شاء الله ربنا يوفقكم جميعا. وانا هقعد اطمنك كده ان شاء الله رب العالمين لحد لما تطمئن باذن الله ان شاء الله ان شاء الله. انا حابب يا مستر سامي ان انا اوضح المعادله ديت وتبقى نهايه جميله بالنسبه لحلقتنا ان شاء الله. انا عندي كده نيتريت صوديوم ان ايه ان او 2. انا عاوز اعمل تجربه تاكيديه اكد بها على ان هذا الانيون انيون نيتريت، فضفنا برمنجنات بوتاسيوم بنفسجية اللون محمضة بحمض الكبريتيك المركز. ما الذي حدث؟ اولا كل 2 مول من برمنجنات البوتاسيوم عبارة عن ايه؟ عبارة عن مول اكسيد بوتاسيوم و2 مول اكسيد منجنيز و5 اكسجين ذري نشط، دي كده عبارة عن مادة مؤكسدة. طيب اذا انا عندي 5 O، كل مول هيتاكسد بأهية واحدة بس ويدينا ادي NaNO3، يبقى 5 O تأكسد لي 5 NaNO2 وتديني 5 NaNO3، مول واحد بس من اكسيد البوتاسيوم مع مول من الحمض يديني كده كبريتات بوتاسيوم ومول ماء H2O. طب انا لسه عندي 2 مول اكسيد منجنيز، اذا محتاجين 2 مول من حمض الكبريتيك. اذا 2 مول اكسيد منجنيز مع 2 مول حمض كبريتيك يدينا كده ايه؟ 2 مول من كبريتات المنجنيز و2 مول مية، يبقى كده 3 مية، نجمع دول يبقى كده 3 حمض. عذرا انا قلتها بسرعة لكن ان شاء الله نبقى نأكد تاني ايه عليها في الحلقة القادمة. يبقى اذا انا لما ضفت لنيتريت الصوديوم برمنجنات بوتاسيوم ذات لون بنفسجي اللي هي محمضة بحمض الكبريتيك المركز، زال اللون البنفسجي لتكون كبريتات المنجنيز عديمة اللون، هنقولها ان شاء الله مرة تانية في الحلقة القادمة. ليك جزيل الشكر أستاذ خالد، تعبناك معانا. كل الأمنيات الطيبة لأبناء الطلبة والطالبات الثانوية العامة، وإن شاء الله رب العالمين ربنا يوفقكم. تعشم في الله خير يأتيك خير، حط بالولد كده في بطنك بطيخة صيفي طول ما أنت بتتابع قناة النيل التعليمية. إن شاء الله موفق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.